أهلا بكم. غالبا ما يتبادر إلى أذهاننا صورة الأزهار الساحرة والأشجار اليانعة عند ذكر عالم النباتات، ولكن في الواقع يوجد بجانب هذا الجمال البديع غرائب لا تقل في جاذبيتها عن أجمل زهور ونباتات العالم. في هذا الفيديو سوف نستعرض معكم أغرب 15 نبات في العالم، ابقوا معنا. زهرة أوركيد القرد. بمجرد النظر إلى تلك الزهرة العجيبة سوف تدرك سبب تسميتها بزهرة أوركيد القرد، وهي تنتمي لفصيلة غريبة الاسم أيضا، وهي فصيلة دراكولا. وبالرغم من أن النبتة تشبه وجه القرد بشكل كبير، إلا أنه عندما تغلق البتلات يصبح شكل الزهرة أقرب إلى شكل القرد المكمم، كما أن البتلات تشبه أنياب مصاص الدماء. زهرة شفاه الغنية. ويطلق عليها أيضا زهرة الشفاه المغرية، وهي زهرة جميلة ومضحكة تشبه الشفاه الممتلئ المغرية، وهي تجذب العديد من الفراشات والطيور الطنانة إليها من أجل إتمام التلقيح. زهرة الجثة. تلك الزهرة الجميلة والتي تعتبر أكبر زهرة في العالم، حيث يصل طولها إلى 3 أمتار، قد اكتسبت لقبها الغريب بسبب رائحتها الكريهة التي تشبه رائحة اللحم الفاسد أو الأسماك النافقة، فهي على عكس الأزهار العادية لا تفرز رائحة جميلة لجذب الفراشات، ولكنها تفرز تلك الرائحة الناتنة لجذب الخنافس والذباب من أجل تلقيحها. نبات أسداء المرأة. ينتشر هذا النبات في فيتنام، ويتميز بشكله العجيب والذي يشبه ثدي المرأة، وثمار ذلك النبات تنتمي إلى عائلة اليقطين، ويستهلكها السكان المحليون على الرغم من مظهرها غير الاعتيادي. أوركيد الرجل العاري. تعتبر زهرة أوركيد الرجل العاري من زهور الأوركيد الإيطالية الغريبة، فبتدقيق النظر في الزهرة يمكنك بسهولة رؤية بتلات تشبه جسم إنسان كامل كالرأس والذراعين والساقين، فالنبتة تشبه إلى حد كبير شكل جسد رجل عاري، ومن هنا جاء الاسم. نبات رافليسيا أرنولدي. تعتبر زهرة نبات رافليسيا أرنولدي من أضخم الزهور في العالم، حيث يصل قطرها إلى متر وتزن أكثر من 8 كيلوغرام، وتسمى أيضا بنبتة الجثة الليلية بسبب رائحتها الكريهة، كما أنها من النباتات الطفيلية. شجرة خشب الدم. تعرف أيضا بشجرة الصندل الأنجولي، وهي شجرة مثيرة للاهتمام، فهي تفرز سائلا أحمر يشبه الدم، والأكثر غرابة أن هذا السائل يزيد إفرازه عند قطع الجذور، فتبدو كما لو كانت شجرة ميتة تنزف دما. نبات فيكتوريا أمازونيكا. يعتبر ذلك النبات هو أكبر زنبق ماء في العالم بقطر يصل إلى أكثر من 2 متر، وبإمكان زهرة النبات حمل ثقل يزن 30 كيلوغراما، فيمكن أن يستخدمها الأطفال كمركب أو للاستلقاء عليها والتحرك بحرية على تلك الزهرة المذهلة. فطر ميسينا كلوروفوس. يتميز هذا الفطر بأنه على عكس كل النباتات، فهو يتفتح في الظلام، والمثير للاهتمام هو أنه أيضا يضيء باللون الأخضر ويتوهج ليلا، ولا يظهر هذا الفطر توهجه إلا في فترة الأمطار في الغابات الاستوائية، كما أنه يتكاثر عن طريق نثر الجراثيم المضيئة. أوركيد النحلة الضاحكة. يذكرنا شكل بتلات تلك الزهرة الغريبة تماما بالنحل المرح، فهي على شكل أنثى النحل، بل أنها تفرز أحيانا رائحة الملكة كي تجذب ذكور النحل إليها من أجل إتمام عملية التلقيح، وتتميز بأنها نبتة وديعة وغير مؤذية بالمرة. زهرة رأس التنين. اكتسبت زهرة رأس التنين أو نبتة أنف العجل اسمها الغريب بسبب أزهارها التي تشبه رأس التنين، ولكن المثير للاهتمام أن تلك الزهرة في نهاية موسمها تتحول إلى جراب يحمل البذور ويشبه جمجمة الإنسان، حتى أن أزهار ذلك النبات تبدو وهي متجاورة كجماجم بشرية صغيرة. فطر القرن الأبيض. وهو من فصيلة الفطريات، ويتميز بشكله الغريب، وهو فطر سام غير صالح للأكل، كما يتميز برائحته الكريهة. نبات الإبريق. من الواضح أن نبتة الإبريق والمعروفة أيضا بالنبنت لا تكتفي بالماء والهواء كي تنمو، ولكنها تقوم بافتراس الحشرات أيضا عن طريق دلوها الذي يشبه الإبريق، والذي يحتوي على إنزيمات هاضمة، كما أن ذلك الدلو له غطاء لحمايته من ماء المطر، وتنتج الزهرة رائحة تشبه شاد الزهور لجذب الحشرات إليها. زهرة الرضيع الملتحف.
تعرف تلك الزهرة أيضا بزهرة أنجلو، وهي نبتة عجيبة مشهورة أيضا باسم مهد الأطفال، ويرجع السبب في ذلك إلى الشكل الخيالي للزهرة والتي تبدو كمهد بداخله طفل صغير ملتحف بالوشاح. فطر هايدي نيليام بيكي. على الرغم من كونه من الفطريات إلا أنه يتميز بشكله الغريب، فعادة ما يكون للفطر شكل معين ومعروف للجميع، ولكن هذا الفطر تفرز قمته مادة حمراء اللون تشبه الدم، فيبدو الفطر الغريب كما لو كان سنا نازفا، لذا فهو يسمى في بعض الأحيان أيضا بفطر أسنان الشيطان. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من تلك النباتات التي استعرضناها على قائمتنا قد أثارت إعجابكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. إلى اللقاء.